أيها الإخوة الحضور الكرام، أحييكم، وإن حضوركم في هذه الوقفة الشعبية هو تعبير عن انخراطنا جميعا في طوفان الأقصى، انخراط الشعب المغربي كعادته في كل المعارك المصيرية، انخراط الشعب المغربي كعادته في كل قضايا الأمة العادلة. بالأمس دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى وقفة في إطار الحملة الدولية لكسر الحصار على فلسطين، على غزة، تحت شعار افتحوا الموانئ غزة. ومن أجل كذلك المرابطين في الأقصى، واليوم دعونا على عجل إلى هذه الوقفة، لأننا حمل إلينا الإعلام في بداية الصباح بشرى مباركة، بشرى الوثبة القوية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية التي كسرت. تحية مغربية لغزة الأبية، لغزة الأبية، لغزة الأبية. اليوم قامت المقاومة بخطوة جبارة لم يحسب لها العدو أي حساب، ولم يحسب لها المطبعون أي حساب. هي خطوة تكسير واجتياح الخطوط الصهيونية والاستيلاء على معسكرات صهيونية واقتياد مجموعة من العساكر الصهيونية والضباط الصهاينة كأسرى. هذه الخطوة الجبارة لا يقوم بها إلا شعب الجبارين، شعب فلسطين المقاوم. لقد أثبتت المقاومة أنها هي الطريق، أنها هي الطريق الصحيح والوحيد لتحرير فلسطين، أنها هي الطريق الذي لا طريق بعده من أجل التحرير، من أجل العودة. وتقول المقاومة بوثبتها اليوم للمطبعين وللخنوعين وللعملاء وللمطعطئين رؤوسهم تحت أقدام الصهيونية والإمبريالية والاستعمار العالمي، تقول اليوم المقاومة بأنها قادرة على أن توقف ما يسمى بجيش الذي لا يقهر. لقد قهرت المقاومة اليوم الجيش الذي يدعي أنه لا يقهر، وأثبتت المقاومة اليوم أنها ستنتصر، أنها ستنتصر، وأن فلسطين ستعود إلى أهلها. أراد العدو أم لم يريد؟ أراد المطبعون أم لم يريدوا؟ المطبعون نقول لهم اليوم: لقد انزلقتم في مستنقع الخيبة، في مستنقع الخزي، في مستنقع الخيانة. فلسطين أمانة يحملها الشعب المغربي الذي كان وسيظل يعتبر أن قضية فلسطين قضية وطنية، لا فرق بين قضية فلسطين والقضايا الوطنية العادلة. اليوم تقول المقاومة: كفى للخنوع، ارفعوا رؤوسكم أيها العرب، أيها الأحرار، ارفعوا رؤوسكم. المقاومة الباسلة تخترق الحواجز وتحرر الأرض. المقاومة تقول اليوم: لا تتبع، لا استسلام، مقاومة إلى الأمام.
خلال هذه الوقفة ومن خلال هذه الأصوات التي هي أصوات كل المغاربة بكل فئاتهم بكل شرائحهم بكل قواهم كلمة واحدة، وهي أننا مع القضية الفلسطينية، مع الحق، مع العدل، مع الشعب الفلسطيني، مع المقاومة الفلسطينية، إلى أن تتحرر فلسطين وتتحرر القدس ويتحرر المسجد الأقصى. شكرا لكم والسلام عليكم. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.